ويا هلا وسهلا مره ثانيه. الان اعضاء لجان التحكيم اللي نشوفهم الان المتابعه للمنقيات التي تستعرض امام لجان التحكيم عمليه الترقيم. بلا شك ان هي عمليه صعبه ومعقده، ليست بالسهوله جدا عمليه الترقيم، وعمليه التقييم ابدا ما تمر بالسهوله هذه، انه بمجرد المرور انه المحكم يعطي رقم، وانما يعطي رقم بناء على الحقيقه جهود كبيرة، سواء كان في مرحلة ما قبل الدخول وحتى ما بعد الدخول والعرض في لجنة التحكيم. تنتقل المنقية إلى مرحلة من مراحل التحكيم، مرحلة الإطمئنان الأكثر لدرجات الممنوحة للمالك. نشاهد الآن المنقية التي تستعرض الآن واللي حضورها قوي جدا، نشاهد خطلات اللي جاية واللي حاضرة بإنجازاتها واللي ما شاء الله تبارك الرحمن جايبة عدد من الفرديات الجميلة جدا اللي في المنقية. في النسخة السادسة حقق المركز الأول جل، في النسخة السابعة المركز الرابع دق، في المركز الثاني حقق المركز الثاني، وفي النسخة الثامنة المركز الأول جل والرابع دق. الفردية سمحة حققت المركز الأول في النسخة السادسة والثامنة، اللي تمكنت من فرض هيمنتها واللي تمكنت حقيقة من فرض سيطرتها وعكس ما يسمى بوضع إيقاعها، وحقيقة حضورها كان قوي في منافسة قوية مع كبار الملاك اللي نافسوه في لتحقيق الجائزة أو لتحقيق النماس في هذا الشوط.